محمد علي المضحي، مملكة البحرين. تعرفت على البرنامج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق التلفزيون في المواسم السابقة. جمع الهدف، هدف كل شاعر، هو الوصول إلى النهائيات والحصول على لقب شاعر الراي. قول يا مقصر السكة وبعض الأغاني هيام، يا مقصر السكة وبعض الأغاني هيام، حذفت قصيدة مغناه وتوصلك غيم، حبيبة الشعر والشاعر يطول الغمام، من القصايد خذي ما يبتغيه الفهيم، يمر غيرك على عيوني مرور الكرام إلا مرورك هنا. يا مرحبا شاعرنا. الله يرحب. يعني القصيدة بشكل عام جميلة، لكن بقول لك على شيء، يعني لو دخلت معانا في مسرح شاعر الراية وما أقنعتنا بشيء غير هذه القصيدة، القصيدة هذه جميلة، تعتبر من ضمن القصائد الجميلة في محطة الصعيد، ما حتستمر، يعني كأنك ما دخلت. فأعطي الكلام لأخوي خالد. قصيدتك هي تعتبر قصيدة حداثية وفيها يعني لمسات جميلة، يعني تدل أنه وراها شاعر مبدع. بالتوفيق نقول اليوم أمتعتنا، وشوف رأي الدكتور. تفضل دكتور. شكر لك أستاذ. قصيدتك جميلة، لكن وبصدق كل ما أعدت قراءتها أشعر أنه في كلمات حشو، في صور مستهلكة. قصيدتك تحتاج إلى التنقيح، إحنا نحتاج نتشاور. يلا. أقول لك علشان خاطر وخاطر البحرين وأهلنا نلتقي في الثلاثين، لكن ترانا نستنى منك قصيدة. أبشر باللي طيب خاطرك. قصيدة تجملنا مع الناس اللي قلنا لهم ما تصلح. إن شاء الله. أنا أتوقع أن الدكتور نشف دم، الدكتور يحتاج دم بالنسبة للحظة هذه، لكن ألف مبروك له، ألف ألف مبروك دكتور. نشفوا دم. لا تقول لي عن الطب.